طبيعة عملية الرقابة. الفصل اللي احنا بنتكلم عليه بيتكلم على وظيفة الرقابة. عرفنا قبل كده تعريف مبسط للرقابة من خلال الفصل الأولاني، وعرفنا يعني ايه رقابة، يعني أتأكد من إن الأداء اللي بينفذ مطابق للخطة التي تم وضعها، لأن أنا سبق في وظيفة التخطيط حددت لنفسي هدف وحطيت خطة ومعايير أمشي عليها. فتيجي في وظيفة الرقابة، أول ما العاملين يبدأوا في التنفيذ أبدأ أراقب أشوف هل التنفيذ اللي بيتم فعليا هو ده المطابق للي أنا كنت عاوزاه. عشان كده دايما نقول إيه، الرقابة هي مقارنة بين ما تم وما يجب أن يتم، أو مقارنة بين الأداء الفعلي يعني الأداء اللي تنفذ فعلا والأداء المخطط أو اللي كان مفروض يحصل. فلما نيجي نعرف الرقابة نقول هي كافة الجهود والأنشطة المستمرة والمنتظمة للحصول على معلومات صحيحة عن تقدم التنفيذ. يعني كل مدير أو كل مشرف بيكتب تقارير عن الأعمال التي تم تنفيذها في القسم أو في الإدارة بتاعته، عشان باخد أنا المعلومات دي عن التنفيذ وأبدأ أقارنها بالمعدلات اللي كانت مستهدفة اللي أنا سبق وضعتها في الخطة. ليه بتتم عملية المقارنة؟ عشان أنا لما بقارن التنفيذ بالخطة هيحصل حاجة من اتنين، يا إما هتتساوى يبقى الخطة تم تطبيقها فعلا واتنفذت، يا إما عدم التساوي أو عدم المطابقة. فلو ما تطبقتش يبقى إذن أنا هنا بواجه إن في انحرافات في الأداء. هذه الانحرافات واجب إن أنا أتعرف عليها، هل هي في الحدود المسموح بيها ولا خرجت عن هذه الحدود، فواجب إن أنا أتدخل واتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة قبل ما يتفاقم الخطأ وإيه وينجم عنه مشكلات كبيرة. يبقى إذن الرقابة عبارة عن كان في هدف كنت عاوز أحققه، حصل أداء تنفيذي، طلع من الأداء ده مجموعة من النتائج، هذه النتائج أخد أنا معلومات منها وأقارنها بالهدف أو بالخطة اللي كانت موضوعة، أعرف إن كنت توصلت للهدف اللي أنا عاوزه ولا لأ، أو في انحراف ولا لأ. يبقى ده بنسميه التغذية المرتدة. التغذية المرتدة يعني أنا عايز معلومات عن النتائج بتوضح لي هل أنا ماشي في الطريق السليم الصح اللي أنا كنت عاوزه، المعدلات المستهدفة، ولا محتاجة إن أنا أراجع تاني الكلام اللي أنا عملته. فالتغذية المرتدة المعلومات اللي بتجيلي بقى من الأداء المنفذ ثلاث أنواع. في معلومات ما أعرفش أستفيد منها إلا لما تخش معالجة معينة. ليه؟ لأنها لا تحتوي على أبعاد إيجابية أو أبعاد سلبية، ولكنها ممكن تبقى حجم إنتاج، ممكن تبقى عدد ونوع شكاوى العملاء، ممكن تبقى اقتراحات من العملاء. طب دي أنا ليه ما فهمتش منها؟ لأن أنا مثلا بقولك أنا أنتجت 500 وحدة. طب إيه؟ ال500 دول أنا عرفت معلومة، طب هل أنت رديتها للمعدل المستهدف؟ يعني المعدل المستهدف كان كام؟ كان 1000، كان 700، كان 500، كان كام؟ يبقى زي مثلا انت واحد زميلك في كلية تانية، مثلا كلية الاداب، كلية حقوق، يجي يقول لك انا جبت 40، اول سؤال هتقول له ايه؟ من كام؟ يبقى لازم انا ارد الرقم لمعيار عشان اعرف اقيمه كويس واستفيد منه، اعرف ان كان ايجابي ولا سلبي. يبقى إذن التغذية المرتدة الحيادية هي المعلومات التي لا تحتوي على أي أبعاد معبرة عن الأداء، زي أرقام وإحصائيات حجم الإنتاج، عدد ونوع شكاوى العملاء، واقتراحات من العملاء لتحسين مواصفات السلعة أو الخدمة. في بقى تغذية مرتدة إيجابية اللي هي
بتحتوي على نواحي إيجابية معبرة عن الأداء المحقق، زي الثناء، زي التقدير لما يتصرف للموظف مكافأة، حوافز دي بتعبر عن نتيجة أدائه. أكيد أنا هصرف لك مكافأة عشان أنت اشتغلت كويس، أنتجت كويس، وصلت للمعدل المطلوب، أو إيه عملت أكتر من المطلوب منك. فإذا دي معلومات بتحتوي على نواحي إيجابية. عكسها تماما النواحي المعلومات اللي بتحتوي على جوانب سلبية في الأداء بغرض إيه؟ تصحيحه. لما يتدخل المشرف العامل يقول له إيه؟ أنت هنا بتشتغل غلط، الإنتاج بتاعك فيه وحدات معيبة أكتر من الإيه؟ المسموح بيه. فهنا دي تغذية مرتدة سلبية. أنا بحتاج للرقابة في إيه؟ الرقابة بحتاجها عشان أعرف هل الخطة الموضوعة ينفع تنفيذها فعليا. ده بعرفه إمتى؟ لما بقارن الأداء الفعلي بالخطة. لو متطابقين يبقى تمام، الخطة بتاعتي كانت سليمة. لو مش متطابقين أبدأ أدور هو مين الغلط، الخطة هي اللي كان المعايير بتاعتها غلط أو محطوطة بشكل زيادة أو محطوطة بشكل غير واقعي، ولا أداء العاملين هو اللي كان فيه خطأ. يبقى هنا أدور على الغلط وأبدأ إن أنا أصحح. الرقابة بتابع بيها التنفيذ العاملين للعمل المطلوب منهم، وأعرف نواحي الضعف أو الكسور، وأبدأ إن أنا أتدخل في تصحيح الانحرافات دي أو تصحيح الإيه تدعيم نواحي الضعف. بتعرفني مدى تحقق الأهداف بتاعتي عن طريق بيبقى فيه فترات زمنية، المفروض إن أنا في الشهر أنتجت كام وحدة، حققت قد إيه الوحدات، الجودة بتاعتها، وهكذا، فأعرف مدى تحقق الأهداف. كمان بتساعدني في تقييم أداء العاملين، كل عامل مطلوب منه شغل بمقدار معين بكمية معينة في فترة زمنية معينة، هل أنجزها ولا لأ، هل يستحق المكافآت والحوافز، هل يستحق الترقية ولا لأ، يبقى دي بتساعد على تقييم أدائه. كمان الرقابة ليها مجموعة من المزايا، حيث أنها توجه سلوك العاملين نحو تحقيق الهدف. لما يبقى معيار قدامي وأنا عارف مطلوب مني إيه، يبقى هنا أنا بتوجه نحو تحقيق الهدف. ضمان كفاءة استخدام الموارد، لما يبقى في رقابة على الموارد اللي بيتم توزيعها على العاملين، مواد الخام، الأدوات، الآلات، يبقى فيه هنا ضمان كفاءة استخدامها. وتعزيز وتدعيم الأنشطة اللازمة للحفاظ على مستوى الأداء من خلال إن أنا أكتشف الانحرافات وأصححها أول بأول قبل أن تتفاقم المشكلات. يبقى ده الحاجة إلى الرقابة. هل في علاقة بين وظيفة الرقابة والوظائف الإدارية؟ قال لي أيوه نعم، هناك علاقة بين الرقابة وبين جميع الوظائف الإدارية، وبالأخص التخطيط. ليه؟ التخطيط هو اللي حط لي الهدف، هو اللي حط لي الخطة، هو اللي حط لي المعيار اللي أنا هشتغل عليه. الرقابة هي اللي هتجيب الأداء اللي تم تنفيذه فعليا أو الأداء الفعلي وتقارنه بالأداء المخطط اللي تم وضعه من قبل التخطيط. يبقى هناك ارتباط قوي بين الرقابة والتخطيط، فما ينفعش أعمل رقابة وأنا ما عنديش خطة. هراقب على إيه؟ إذا كان أنا أساسا ما عنديش معيار كنت حاطه. كمان ما ينفعش أعمل خطة وبعد كده ما راقبش عليها، يبقى لا جدولة. فالرقابة بتمكن المدير من أنه يقيس أداء مرؤوسيه، تحدد مدى فعاليتهم. العلاقة اللي بين التخطيط والرقابة علاقة قوية جدا، فهي عملية مستمرة. عشان كده دايما بنشبهها بأن هم وجهين لعملة واحدة، يعني ما ينفعش ينفصلوا عن بعض. لا توجد رقابة دون تخطيط، ولا يوجد تخطيط دون رقابة. كمان الرقابة ممكن تكشف لي عيوب في الخطط اللي تم وضعها مسبقا، ان الخطط دي يا جماعة غير واقعية، الخطط دي فيها حاجات البيئة اتغيرت فلازم انا اغير فيها. فالرقابة بتكشف لي بعض عيوب التخطيط، او ان انا احاول اعدل في الخطط واعدلها وفقا للتغيرات البيئية المحيطة.
النقطة اللي بعد كده مراحل العملية الرقابية. الرقابة بتتم من خلال مجموعة من الخطوات أو مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى أحدد أنا عايز أقيس إيه؟ إيه الحاجات اللي أنا هقيسها؟ ودي هنشوفها واحدة واحدة بعد كده. الخطوة التانية أحط المعيار اللي هقيس بيه، بعد ما حددت أنا هقيس إيه أحط المعيار بقى اللي هقيس بيه. وبعد كده الخطوة التالتة أبدأ أقيس الأداء، أسجل النتائج. والخطوة اللي بعد كده أبدأ أقيم الأداء. يعني إيه أقيم الأداء؟ يعني هل الأداء ده الفعلي اللي تم تنفيذه فعلا هو اللي أنت كنت حاطه في الخطة؟ والله لو طلع مطابق الأداء الفعلي، متطابق مع الأداء المخطط، يبقى أنا خلصت كده، خلصت الشغل بتاعي، يبقى هنا جاوبت بنعم فقف خلصنا. أما إذا كانت الإجابة لا، يبقى هنا في عدم مطابقة. عدم مطابقة معناها إحنا قلنا يعني في انحراف. انحراف يبقى واجب إن أنا أتدخل إذا كان هذا الانحراف في غير الحدود المسموح بها. يعني أنا مثلا أنا مطلوب مني أنتج 1000 وحدة بنسبة معيب مثلا 10% 5%. لو أنا أنتجت المعيب في هذه الحدود خلاص مفيش مشكلة، لكن لو طلعت بقى 30-40% معيب، لا، يبقى هنا في انحراف ويجب التدخل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. وبعد ما ياخد الإجراءات التصحيحية أرجع تاني لنقطة إن أنا هقيس الأداء تاني عشان أتأكد إن التصحيحات أو الإجراءات التصحيحية اللي أنا اتخذتها عدلت من الأداء وأدى إلى مطابقة الأداء الفعلي مع المخطط. يبقى أنا هنا برجع بالسهم تاني عشان إيه أشوف الكلام ده اتعمل مظبوط ولا لأ. نشوف بقى خطوة خطوة كده. أول حاجة أحدد المراد القياسه. أنت هتقيس إيه؟ هتقيس كمية يعني عدد وحدات مثلا، ولا هتقيس الوقت بنتجها في وقت قد إيه، ولا هتقيس هتكلفك كم، ولا هتقيس الجودة اللي في المنتج بتاعي، ولا هقيس كل دول مع بعض. يبقى أنا هنتج مثلا 1000 وحدة في خلال شهر بتكلفة كذا بجودة كذا. يبقى إذن لازم أحدد إيه الحاجة اللي أنا بعمل عليها عملية الرقابة. كمان في بعض الشركات عدد الإنتاج عندها بيبقى كبير أو كمية الإنتاج عندها بتبقى كبيرة نظرا لكبر الشركات، فإذا ما ينفعش إن أنا هراجع بقى واحدة واحدة، فنختار نقاط معينة اسمها النقاط الحرجة أو النقاط الاستراتيجية. اللي هذه النقاط لو حصل خطأ فيها بيؤدي إلى مخاطر كبيرة. فممكن إن أنا أحدد أنا هقيس إيه بالظبط، وأحدد النقاط اللي أنا هركز عليها اهتمامي في الرقابة. لما أجي أحط بقى حددت اللي أنا هراقب عليه، أبدأ عملية وضع المعايير الرقابية. يعني إيه معيار؟ يعني المقياس اللي أنا هستخدمه لقياس النتائج الفعلية. يعني بقول لك أنت مفروض تنتج في الشهر ده 2000 وحدة بجودة 95%، تمام؟ يبقى أنت عندك هنا معيار معين هترد لي تيجي آخر الشهر تشوف هل أنت أنتجت الكمية بالجودة المطلوبة ولا لأ، في التوقيت المطلوب ولا لأ. وأنا بحط المعيار هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المعيار الرقابي، وهي: واحد، يجب أن يكون مرن. يعني إيه مرن؟ يعني في حدود للانحراف مسموح بيها، ما يبقاش 1000 وحدة 1000 وحدة، لا، ممكن بقى إيه في مثلا 2% موجب أو سالب، يعني بتتراوح بين زيادة أو أقل، يبقى في حدود مسموح بيها للانحراف. 2، المعيار اللي أنا هحطه يناسب جهود الأفراد. ما ينفعش إن أنا عارف إن العامل ده ما يقدرش ينتج أكتر من 1000 وحدة في الشهر، هو أنت مطلوب منك تنتج لي 3000 وحدة، يبقى لازم أحط المعيار اللي هيناسب جهود الأفراد، ليس أعلى ولا أقل، وإن المعيار ده مقبول من جانب العاملين. يعني أنت عرفت العامل مطلوب منه إيه وهو موافق على كده. يبقى المعايير الرقابية يجب أن تكون مرنة،
مناسبة لجهود الأفراد مقبولة من جانب العامل. المعايير نوعين، في معايير مادية ملموسة ومعايير غير مادية غير ملموسة. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لما بقول لك أنا عايز كمية سلع معينة في الشهر، يبقى حددت كمية، حددت توقيت بجودة 95%، حددت أرقام. يبقى المعايير المادية هي مجموعة الأرقام، سواء كانت كميات أو عدد وحدات أو ساعات عمل، كل ده اسمها معايير مادية ملموسة. فممكن أخد معيار التكلفة، أشوف مثلا تكلفة المبيعات، ممكن معيار رأس المال، الربح اللي جالي إيه أو العائد على الاستثمار إيه، معيار الدخل، الأرباح اللي جات لي على المبيعات قد إيه، وهكذا. يبقى بقيسها بأرقام، كلها بتتقاس بالأرقام. أمال إيه المعايير غير المادية؟ يعني لما بقيس صفات معينة، عايزة مثلا أقيس ارتفاع الروح المعنوية للعاملين، درجة ولائهم، درجة انتمائهم، ده معيار. انت تعرف تقيس دوت؟ اه نعرف نقيسه. يبقى من خلال قائمة استقصاء فيها مجموعة من الأسئلة، بتجاوب على الأسئلة دي، بتخش تحليل معين إحصائي، بعد كده يطلع لك النتيجة، والله الناس دول الروح المعنوية بتاعتهم مرتفعة، عندهم درجة ولاء، عندهم درجة انتماء، وهكذا. يبقى إذن بحدد الايه المعيار اللي انا هستخدمه، سواء كان معيار مادي او معيار غير مادي. المرحلة الثالثة أبدأ أقيس الأداء، اللي هي خطوة قياس الأداء الفعلي. يعني أشوف كل واحد أو كل مجال عندي أنجز إيه. طيب أسأل نفسي سؤال، هو أنا هقيس إزاي؟ هل هاخد عينات؟ يعني مثلا أنا مثلا بنتج 100,000 وحدة، أخد كده عينات عشوائية بحيث الوحدات اللي هتطلع أخد منها النتيجة وأعمم النتيجة على بقية الإنتاج كله، ولا هستخدم مبدا الرقابه بالاستثناء اللي احنا لسه كنا بنقول عليه، اللي هو انا اركز على نقاط حرجه او نقاط استراتيجيه هامه لو حصل فيها خطا بيمثل مشكله كبيره، يبقى دي لازم اراقب عليها. يبقى في قياس الاداء انا لازم احدد لنفسي انا هقيس ازاي، باسلوب العينات ولا باستخدام مبدا الرقابه بالاستثناء. وانت هقيس، هقيس اثناء التنفيذ اول باول، ولا هستنى لما الانتاج يخلص وبعدين اقيس؟ والله دي بتتوقف على حسب المنتج وحسب الشركة وحسب الصناعة. في شركات بتعمل رقابة اثناء التنفيذ، وفي شركات بتستنى لما المنتج يخلص خالص وبعدين تعمل عليه الرقابة، زي كده صناعة السيارات، استنى لما العربية تكمل ويبدأ يعمل عليها الايه الرقابة. الخطوة اللي بعد كده تقييم الأداء بقى. انا حصلت على الاداء الفعلي، عرفته خلاص، سجلته، ابدا اقارنه بقى بالمعايير المستهدفه اللي تم وضعها من قبل في خطوه التخطيط، وابدا اكتشف لو في اي انحرافات. ولو في انحرافات زي ما قلنا، هل هي بتدخل في الحدود المسموح بيها، ولا انا محتاجه ان انا اتدخل باجراءات تصحيحيه لازم. لو وهي لا تدخل في الحدود المسموح بيها، يعني انحرافات زيادة، يبقى هنا لازم ان انا المدير يتدخل، يحدد ايه سبب الانحراف، ايه العلاج المناسب لهذا الانحراف، ويبدأ يطبق هذا العلاج ويتابعه. قلنا هنرجع بالسهم تاني، ان انا هقيس الاداء تاني واقيمه واشوفه مطابق للخطة ولا لا. تمام، يبقى في اتخاذ الاجراءات التصحيحية أحدد إيه سبب الانحراف، أختار العلاج المناسب من بين عدة بدائل معينة، وأبدأ إن أنا أنفذه وأتابعه عشان أتأكد من إن هو صلح الخطأ اللي كان قبل كده. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، أنواع الرقابة. عندي زوايا كتيرة قوي ممكن أصنف بيها الرقابة. يعني إيه زوايا؟ يعني ممكن أصنفها من جهة نطاق، من جهة توقيتها مثلا، من جهة القائمين بها، يعني من زوايا مختلفة. نمسك أول حاجة أنواع الرقابة من حيث النطاق. نطاق يعني إيه؟ يعني هراقب قد إيه؟ هراقب كله ولا هراقب أجزاء معينة؟ ف
فالنطاق، هل أنا هراقب الكل يعني إخضاع كافة العوامل والتنفيذ والإجراءات للرقابة فتسمى بالرقابة الشاملة، ولا هختار نقاط معينة اللي احنا سميناها النقاط الاستراتيجية أو النقاط الحرجة اللي لو حصل فيها خطأ بيؤدي إلى خطأ كبير في الإيه؟ في المنتج. فهل ودي تسمى بالرقابة بالاستثناء، يعني في نقاط استثناء معينة اللي إيه هراقب عليها. يبقى إذا من حيث النطاق بتقسم الرقابة إلى نوعين، رقابة شاملة والرقابة بالاستثناء. هراقب على الكل ولا هراقب على أجزاء معينة؟ يبقى نطاق يعني هراقب على إيه، قد إيه، كله ولا أجزاء معينة. النوع الثاني من حيث الجهة القائمة بالرقابة، عندي ثلاث أنواع فيها: رقابة داخلية، رقابة خارجية، رقابة ذاتية. رقابة داخلية لما كل مدير بيراقب على العاملين أو الموظفين الموجودين معاه في إدارته، يبقى كده داخلية يعني داخل الإدارة بتاعته، كل مدير مسؤول داخل إدارته بيقوم بالرقابة على جميع نواحي التنفيذ في إدارته. رقابة خارجية يعني في جهات خارجية بتيجي تراقب على أعمال المنظمة بتاعتي، يبقى أجهزة من خارج المنظمة بتيجي تراقب عليا، زي الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والإدارة والحاجات دي كلها، والرقابة القضائية والإدارية، دي أجهزة بتبقى من قبل الحكومة بتيجي تراقب على أعمال المنظمات. يبقى الرقابة الخارجية هي التي تمارسها أجهزة خارجية عن إدارة المنظمة، وتتمثل في الرقابة السياسية، الرقابة القضائية، والرقابة الإدارية. النوع الثالث الرقابة الذاتية، اللي هو كل واحد يراقب نفسه، يشوف مطلوب منه ايه، عمله ولا لأ، أنجز فيه قد ايه، فضله قد ايه. يبقى قيام الفرد بالرقابة على عمله وتقييم نتائجه وتحديد ما كانت تتفق مع المعايير المقررة ولا لأ. يبقى أنواع الرقابة من حيث الجهة القائمة: داخلية، خارجية، ذاتية. داخلية يعني مدير بيراقب على العمال بتوعه، خارجية يعني ناس من بره المنظمة بتراقب عليا، ذاتية أنا كل فرد كل واحد مع نفسه كده يراقب على أعماله. النوع الثالث من حيث المجال، أنا براقب على إيه بالظبط بقى؟ اللي فيه أنواع، أربع أنواع فرعية: رقابة على الإنتاج، رقابة على المخزون، رقابة المالية، ورقابة على الأفراد. رقابة على الإنتاج لما قلت أنا بشوف أنا هنتج قد إيه، كمية في وقت قد إيه، وهل جودته قد إيه، مطابق للمواصفات ولا لأ. يبقى في الرقابة على الإنتاج بيتم فيها متابعة تنفيذ خطط الإنتاج، أتأكد من أن أنا أنجزت الإنتاج ده في الوقت المحدد مطابق للمواصفات ولا لأ، ولو في انحرافات أبدأ أتعرف عليها وأعالجها. رقابة على المخزون، انا عمال اسحب من المخزون المواد الخام، فدايما بعمل رصيد كده حد ادنى، بحيث اول ما اوصل للحد الادنى ده يديني اشاره ان انا لازم اكلم الموردين عشان يجيبوا لي مواد خام، بحيث ان الانتاج عندي ما يقفش وانا بشتغل، ما لاقيش اقول له هات المواد الخام يقول لي لا خلصت. لا، المفروض في حد ادنى متعارف عليه ان اول ما يوصل الحد ده ان انا ابدا اتعامل مع الموردين عشان يجيبوا لي الايه المواد الخام بتاعتي. كمان المخزون ده ممكن يتضمن المنتجات التامة الصنع، انا عمال انتج واحط في المخزن، انتج واحط في المخزن، المفروض برضو في حد اقصى مؤشر يقول لي وقف انتاج هنا، انت كده عندك مجموعة في المخزن المفروض تصرف انتاجها الاول قبل ما تبدأ تنتج تاني. يبقى اذا الرقابة على المخزون هي المراجعة الدورية على رصيد المخازن من المواد الخام والمعدات والسلع اللي هي السلع تمت الصنع. الرقابة المالية اللي هي بقى الحاجات بتاعت الأرباح والخسائر والتكاليف والمصروفات وإلى ذلك، ده هو شغل بقى الإيه المحاسبة. يبقى إذن تتركز في الرقابة على العوامل المؤثرة على ربحية المنظمة مثل رأس المال، التكاليف، المصروفات اللي هو الميزانية وقائمة الدخل والحاجات اللي احنا إيه بنعملها دي. النوع الرابع الرقابة على الأفراد،
احنا قلنا ان احنا بنقيم العاملين من خلال الانتاج اللي هما بينتجوه، كل واحد منهم مطلوب منه انتاج معين، فانا بأي المدير بتاعه او المشرف بتاعه بيأيد هو اشتغل ازاي، انجز المطلوب منه ولا لا، عشان بياخد التقييم ده بعد كده يصرف له بيه بقى المكافآت الحوافز الترقيات، فرصته في الترقيات وهكذا، او العكس بقى العقاب بقى لو في خصم او في ايه حاجة معينة. يبقى اذا من حيث المجال انا براقب على الانتاج، مخزون الاموال والافراد. طب من حيث التوقيت، احنا اتكلمنا من شوية ان انا ممكن اراقب اثناء الانتاج اول باول، او ان انا استنى لما الانتاج يخلص وبعدين اقارنه. لا، كمان في انتاج قبليه، في سوري، في رقابة قبليها، في حاجة اسمها الرقابة المانعة او الرقابة الاولية، ودي الرقابة اللي بتحاول تكتشف الاخطاء قبل ما تحدث، اللي هي بين قوسين الحاجات الوقائية. يعني مثلا اروح اشيك على الالات، اشوف الصيانة بتاعتها بحيث ما يحدثش خطأ اثناء التنفيذ. يبقى هنا بركز على الكشف على الاخطاء والانحرافات والعمل على منعها قبل حدوثها. فانا هنا بعمل تقييد للعوامل اللي ممكن تؤدي الى الاخطاء، دي اسمها رقابة اولية او مانعة. النوع الثاني اثناء التنفيذ، يبقى الرقابة الاولية او المانعة دي قبل ما انفذ. النوع الثاني اثناء التنفيذ اسمها الرقابة الملازمة، يعني ماشية مع الانتاج، او الجارية، ودي تتم اثناء التنفيذ. ان انا بقارن الكمية المطلوبة بالجودة المطلوبة اول باول، ليه؟ عشان اصحح الانحرافات، ولو في خطأ الحق اصلحه قبل ما تتفاقم المشكلة، ما استناش لما الانتاج كله يخلص وابدأ ان انا ايه ادور على المشكلة. والنوع الثالث الرقابة اللاحقة، واللي هي بنسميها التغذية العكسية، اللي هو بعد ما نخلص خالص نبدأ نقيم، نجيب معلومات عن الانتاج الذي تم، ونقيم الايه الانتاج بالخطة الموضوعة، ونشوف لو في انحرافات وابدأ اتخذ الاجراءات التصحيحية اللازمة. يبقى انواع الرقابة من حيث التوقيت، في قبل واثناء وبعد التنفيذ. قبل رقابة اولية، اثناء رقابة ملازمة، بعد رقابة لاحقة. وكده يبقى ايه الفصل معانا خلص. نشوف برضو الاسئلة نحلها، وعندك الاجابات برضو تتأكد من صحة العبارات. وعندك اسئلة اختيارات، تختار برضو الأول، بعد كده تتأكد من الإجابات. عندنا الأسئلة المقالية. السؤال الأولاني، ما هي المراحل التي تمر بها العملية الرقابية مع الاستعانة بالرسم، اللي هو الرسمة اللي احنا رسمناها مع بعض، تمام؟ وتمسك كل خطوة نقول الجزء المهم فيها، تمام؟ يعني تحديد مثلا ايه اللي هقيسه، احدد المعايير. ممكن اقول ساعتها ان المعايير تنقسم الى نوعين، معايير مادية ملموسة ومعايير غير مادية ملموسة، والخطوات اللي بعد كده. السؤال الثاني، ما هي انواع الرقابة طبقا للجهة القائمة بها؟ طبعا دي قلناها، اللي هو
الجهة يعني داخلية خارجية ذاتية، وأبدأ أعرف كل واحدة فيهم. شكرا، بالتوفيق إن شاء الله.